أبو صخر الهذلي شاعر أموي مشهور، وله كثير من القصائد الطويلة والمقطوعات القصيرة، أشهرها رائيته التي تغزل فيها بامرأة من قضاع اسمها ليلى بنت سعد، وفيها قال: لليلى بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بذات البين آياتها سطر. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذكر. فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت لا عرف لدي ولا نكر، ويمنعني من بعض إنكار ظلمها إذا ظلمت يوما وإن كان لي عذر، مخافة أني قد علمت لئن بدا لي الهجر منها على ما هجرها صبر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. أجرتك حتى قيل ما يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. فيا حب ليلى قد بلغت بي المدى، وزدت على ما ليس يبلغه الهجر. ويا حبها زدني جوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. فيا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر.